وصفي لي المشاعر ديالك في لحظة التتويج، يعني من تهزات اليد ديال خديجة المغدي ومن بعد من خدات الميدالية وتوجت بالدرع، في من فكرتي وشنو تفكرتي؟ بغيت نقرب منك يعني من الإنسانة اللي في الداخل ديال خديجة المغدي، شنو عاشت في هذيك اللحظة بالذات أو في دوك جوج لحظات اللي مقاربين زمنيا؟ صراحة فكرت في الأم ديالي اللي صراحة كانت لو كانت باقا حية كانت غتفرح بزاف بذاك الإنجاز، وفكرت في التضحيات اللي ضحيت، العذاب والآلام والصعوبات والتداريب الشاقة، يعني ما مشاوش هكاك، لكل مجتهد نصيب، وربي يعني بغالي هاد النتيجة ماشي هكاك، وإنما حيتاش تعذبت وتكرفست، وكانوا معايا ناس اللي وقفوا معايا، العائلة ديالي والطاقم التقني ديال الجيم فاكتوري والطاقم التقني ديال الجامعة الملكية، صراحة ناس اللي وقفوا مع خديجة المرضي، زائد التضحيات والصبر ديال خديجة المرضي وتجربة ديالها المتواضعة، خلات خديجة المرضي أنها ترفع العلم الوطني وتكسب حب ديال الشعب المغربي، يعني ملكا وشعبا. صراحة أنا فرحانة بزاف هاد العواشر، الحمد لله دخلات مباركة مسعودة، الحمد لله.